الموسيقى التصويرية مش مكمل أو حاجة مصاحبة موجودة لمجرد أنها بتبقى موجودة، لأن في ساعات الواحد بيستخدمها استخدام خاطئ، بيستخدموها أحيانا لمجرد أنها موجودة. فالمشكلة أن المخرج لازم يبقى عنده وعي تام بالموسيقى اللي هو بيختارها، وبيختارها ليه وإمتى وفين و و و لأن هو المشكلة أن الموسيقي بما أن دي مش شغلته في الأصل، مش شغلته نفهم قوي في السينما او الدراما، فهو تلاقيه كل همه انه يعمل موسيقى حلوه وخلاص، هو بيفكر في المنطقه بتاعته. لو المخرج مش واعي اكتر منه بقت مشكله بمعنى انه هيعمل موسيقى، وساعات طبعا الواحد وهو برده وخبرته قليله يبقى فرحان جدا بالموسيقى الحلوه اللي محطوطه. هي مش مساله حلوه ولا وحشه، هي بتقول ايه. يعني مش مهم ان نعمل موسيقى ضخمه جدا وعظيمه، مش ده اللي هيزود القيمه. انا ممكن احط سولو قال مع الدراما بما قيمته اهم من كل العظمه بتاعت ان انا احط صوت ضخم جدا وفرقه ضخمه جدا والى اخره. هو السؤال اللي هو لازم اساله دايما، سواء بحط صوت او موسيقى، ليه بحط ليه وفين طبعا. او يعني اللهم الا بقى ممكن في بعض الاحيان بعالج مشاكل، ممكن اعالج مشاكل بس في حدود، لان الشيء اللي بيزيد عن حده وبيقلب ضده، وده بيستخدم كتير جدا. تبص تلاقي مثلا مشهد الايقاع فيه واقع شويه، فممكن استعين بالموسيقى شويه، ممكن اعمل العكس، الدنيا هادية فأنا أستعمل موسيقى متحركة شوية فتدي إيهام بأن الدنيا إيقاعها مش واقع. لكن لو اعتمدت على كده ابتدى في الصناعة بقى هيبتدوا يستعملوا ده، يبتدي أنت اللي بتنقذ الإيقاع، وده دي مش وظيفة الموسيقى خالص. وكمان برضو في من الحاجات الخاطئة في الموسيقى، نقول لك إيه، المخرج يقعد فيقول لك انا الموسيقى الشخصيه الفلانيه، واقرا السيناريو والشخصيه الفلانيه والفلانيه. الكلام ده انتهى من زمان، هو ما كانش موجود. انا ما اعرفش احنا بنجيبه منين موسيقى الشخصيه الفلانيه. هو في موسيقى الدراما، الدراما عايزه تقول ايه؟ يطلع فلان عايز التيمه بتاعته، تطلع فلانه عايز التيمه بتاعتها. لا يا جماعه ما تحسبش كده، لان الكلام ده عباره عن ترجمه حرفيه ساذجه للموضوع، وهتشتت في الاخر وهتفقد الوحده بتاعه اللغه اللي انت عايز تطرحها في الصوت والموسيقى. هتبقى عندك مجرد استعراض لتيمات قد يكون ملهاش علاقه ببعضها. الموسيقى عباره عن، انا في وجهه نظر يعني، ان هي بتعمل حاله معينه، هي عبارة عن لير ماشي مع الصورة كده، بيساعدوا بعض، لأن الصورة ما بتقولش كل حاجة، ما تعرفش تقول كل حاجة. الصورة ما تقدرش تحكي لي نفسية حد قاعد حزين جدا وبيدعي ان هو سعيد، انما الموسيقى تقدر تقول، لأنها تبقى معاه تكلم بالنيابة عن وشه اللي هو في الدراما بتاعتي. هو فلات قاعد كده او عامل نفسه مبسوط، لكن انا عارف انه بيتقطع مثلا، وعايز اقول انه بيتقطع وانه بيمثل على اللي حواليه. الموسيقى هي اللي هتقول الكلام ده، والصوت والحاجات دي، مش الصوره. فاختيارها مهم جدا، ومهم ابقى عارف انا بحطها ليه. ولو احطها على الفاضي والمليان ملهاش اي لازمه، هتبقى عباره عن مجرد دوشه على الفاضي. انما احسن حاجه انها تبقى موجوده فقط في اللحظه المهمه، هيبقى تاثيرها قوي جدا. لازم ابقى عارف كل حاجه عن الفيلم من قبلها، لازم ابقى عارف الفيلم يفضل لو يعني حسب، في حد بيقرا السكريبت، في حد ما بيقراش بس بنقرا الملخص، ده طبيعي، وبنتكلم كتير عن الفيلم لدرجه ان بنشوفه في دماغنا. انا واحد من الناس ما بقراش، بس انا ليا اسبابي، لان انا هقرا هشوف، ولو شفت لقيت غير الواقع بتلخبط، فانا ما بقراش. لكن بقرا الملخص، بتكلم مع المخرج، و
وكده، فلازم ابقى عارف طبعا كل حاجة عن الفيلم من قبلها، انما لا يعني بالضرورة الا في حالات خاصة جدا طبعا ان انا اجهز الموسيقى من قبل. انا ممكن بخمرها في دماغي، ممكن اذاكر حاجات معينة، حصل ان انا ذاكرت اشكال معينة ممكن تبقى صعبة عليا، لازم ابقى جاهز بيها عشان لما تبقى في الفيلم ما اقعدش ارجع اذاكر لان ما فيش وقت، لازم ابتدي انفذ، لازم ادخل لمرحلة تانية. ففي حاجات فيها مذاكرة، وفي ممكن ابقى بعمل فيلم استعراضي، ممكن بعمل اغنية في فيلم او حاجة في ترجمة حركية، ده موضوع، دي حالات خاصة. انما في العادي الواحد بيعرف كل حاجة، بيقعد يذاكر بينه وبين نفسه، يبتدي ينفذ تنفيذ بقى، لان التنفيذ بتاعنا صعب جدا، هو في نفس يعني تنفيذ الموسيقي في نفس الصعوبة بتاع تنفيذ التصوير، بما انه صعب ومركب جدا فانت المفروض تشتغل على الصورة النهائية. الصورة النهائية اللي هو خلاص الفيلم اتعمل، اتمنتج، كل حاجة متزبطة، ممكن يحصل فاين تيونينج بعدين، ودي برضو في حالات مش بنقابلها كتير نظرا لضيق الوقت احيانا، لكن المفترض ان انا ايه بخلص الصورة بتخلص بشتغل عليها، احط كل مجهودي على الصورة اللي بجد هتكون،